لكم مشاهدينا الأعزاء، إن كنتم مهتمين بالمانجو أو الأمبا أو الهمبا، نذكركم بأن وزارة الزراعة أو وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعلنت أن البنك الوراثي لأشجار المانجو بمحطة البحوث الزراعية بصحار يضم 796 شجرة من 256 صنف، منها 158 وحيدة الخلية و98 عديدة الخلية. تفاصيل هذا البنك الوراثي لأشجار المانجو مع ضيفنا عبر هذا الاتصال المرئي الدكتور علي بن عبيد العدوي، مدير دائرة البحوث الزراعية بمحافظة شمال الباطنة. دكتور علي، أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أخي خالد، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا بك دكتور، وخبرنا عن البنك الوراثي لأشجار المانجو، طبيعة هذا المشروع وهذا البنك والأهداف المرجوة منه إن شاء الله. طبعا البنك الوراثي هو لأشجار المانجو، هو مجمع وراثي لأشجار المانجو لأشجار وأصناف عديدة من مختلف دول العالم وأصناف محلية. زرعت هذه الأصناف في محطة البحوث الزراعية على مدار 20 سنة الماضية. طبعا كان الهدف الأساسي زيادة التنوع الوراثي لأصناف المانجو سواء المحلية أو المستوردة. خلال السنوات الماضية بداية سنة 2000 ظهرت إصابة مرض تدهور أشجار المانجو، هذا أدت لفقدان أو موت عدد كبير من أشجار المانجو. يعني دراسات وبائية سجلت خلال سنة 2000 إلى 2005 حوالي فقدان ما يزيد عن 200 ألف شجرة أنبا. ما شاء الله. طبعا جاء هذا المشروع اللي هو زيادة التنوع، أول شيء حفظ المصادر الوراثية الموجودة عندنا في السلطنة من الاندثار، وثاني حاجة أيضا نستجلب أصناف خارجية من الخارج نشوف مدى كفاءتها وجودتها معنا في أجواء السلطنة وأيضا مقاومتها لمرض تدهور أشجار المانجو. نعم، هل نقدر نقول الآن بأنه البنك الوراثي لأشجار المانجو الآن يحتفظ بسلالات المانجو الموجودة، سواء خلينا نتكلم على مستوى السلطنة، يعني كثير من محافظات السلطنة أيضا تشتهر بزراعة المانجو، إلى أي مدى هذه السلالات موجودة لديكم؟ تحتفظون ب يعني جيناتها الوراثية في البنك؟ طبعا البنك الوراثي يضم مجموعة كبيرة من الأصناف المحلية، طبعا أغلب الأصناف المحلية حوالي 65 صنف من الأصناف المحلية جمعت من مختلف محافظات السلطنة، من محافظتي شمال وجنوب الباطنة، وأيضا محافظتي الشرقية شمال وجنوب، وأيضا من الداخلية، وأيضا من محافظة ظفار والظاهرة، وأيضا من محافظة مسقط من ولاية قايات خصوصا. يعني جمعنا مجموعة من هذه الأصناف المحلية المميزة. طبعا يعني البنك الوراثي يعني احتفظ بهذه الأصناف، بينما في الحقول اللي كانت مزوعة في هذه الأصناف فيها هذه الأصناف اندثرت. على سبيل المثال مجموعة من الأصناف المحلية اللي كانت موجودة في حيل الغاف في ولاية قايات، يعني مجموعة منهن اندثرت بسبب الإصابة بمرض تدهور أشجار المانجو، أيضا الإعصار اللي حصل 2007 يعني دمر مجموعة من هذه الأصناف. طيب دكتور، بما أنك ذكرت لكن هذه المنطقة يعني بالتحديد في ولاية قريات، عذرا على المقاطعة، بما أنك ذكرت هذه المنطقة بالتحديد وشاهدنا بعض البحوث والدراسات وبعض الصور أيضا لأنواع معينة من أشجار المانجو في حير الغاف في قريات، يعني حجم الثمر ما شاء الله حجم كبير جدا، هل هذه الجينات الوراثية موجودة في البنك؟ يعني ممكن إن شاء الله استزراعها أيضا؟ عندنا مجموعة من الأصناف اللي من حيل الغاف، على سبيل المثال أعطيك مثال، مجموعة من الأصناف صنف مثلا الحلقوم، وأيضا صنف زنجباري أحمر، ومجموعة من الأصناف الأخرى اللي موجودة في عيل الغاف تم جمعها وموجودة عندنا في البنك الوراثي. نعم. سنويا طبعا الوزارة تكاثر مجموعة من هذا الأصناف. طيب هل هناك سعي مثلا من الوزارة بأنه هذه الأصناف أيضا توزع للمزارعين، أو أنه يتم تعميمها بصورة أو بأخرى حسب رؤية محددة، أم ما هي الخدمات التي يمكن يقدمها هذا البنك الوراثي؟
من الخدمات اللي يقدمها أو من الأهداف اللي أنشئ من أجلها هذا البنك الوراثي، أولا مثل ما ذكرت حفظ الأصناف المحلية من الاندثار بسبب طبعا العوامل الطبيعية مثل الجوائح الأعاصير أو تملح التربة. أيضا نفس الشيء الهدف من هذا إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بهذه الأصناف وتقييم جودتها وكفاءتها أو أيضا مقاومتها لمرض تدهور أشجار المانجو. أيضا نفس الشيء استنباط أصناف جديدة من هذه الأصناف الموجودة المحلية، مثل ما ذكرت أنت في المقدمة عن أصناف وحيدة الأجنة وأصناف عديدة الأجنة. عندنا مجموعتين من الأصناف، مجموعة أصناف وحيدة الأجنة حوالي اللي موجودة في البنك الوراثي حوالي 158 صنف وحيد الأجنة. طبعا هذه 65% من 65 من هذه الأصناف المحلية اللي هي كلها وحيدة الأجنة. ماذا نقصد بوحيدة الأجنة وعديد الأجنة؟ وحيد الأجنة يقصد به أن إذا تزرع بذرة من أي شجرة تطلع يعني الشتلة من هذه البذرة أو من هذه الشجرة تختلف عن الشجرة الأم، مختلفة في صفات محددة وليش يعني ما كل الصفات. بينما أصناف عديدة الأجنة هذه ميزتها أن تحتفظ بصفات الشجرة الأم، فنسبة 90% من الشتلات الناتجة من أصناف عديدة الأجنة تحتفظ بالصفات الموجودة في الأمهات. طبعا أصناف عديدة الأجنة قبل إنشاء البنك الوراثي كانت غير موجودة معنا في السلطنة، كان غالب الأصناف وحيدة الأجنة. تم استجلاب هذه الأصناف عديدة الأجنة طبعا موجودة غالبا في دول جنوب شرق آسيا. هذه ميزتها أنك تزرع البذرة وتطلع لك نفس الشتلات نفس الشجرة الأم، فتختصر لك عملية الإكثار، يعني يكون الإكثار أقصى مقارنة من إكثار الشتلات وحيدة الأجنة. لأن الشتلات وحيدة الأجنة يحتاج إكثار على بطريقة التطعيم، أما عديد الأجنة ممكن الإكثار عن طريق البذرة مباشرة. شكرا جزيلا لك دكتور على هذا التوضيح. دكتور علي بن عبيد العدوي مدير دائرة البحوث الزراعية بمحافظة شمال الباطنة، شكرا جزيلا لك دكتور. إذن كان هذا حديثنا عن البنك الوراثي لأشجار المانجو. طبعا هذه الأيام ربما الأجواء تكون ألطف هناك في ولاية نصيرة بالتحديد بحكم وصول ربما نوعا ما الرياح الموسمية في تلك المناطق بالتحديد. لماذا نقول ذلك؟ بعد قليل سنتكلم عن تاريخ ولاية نصيرة، هذه الجزيرة الجميلة المطلة على بحر العرب، لكن قبل ذلك سنتابع هذا التقرير عن تاريخ عمان بشكل عام.